تحية لكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم عم تتابعونا بحلقة جديدة من برنامج ملفات قانونية. موضوع حلقة اليوم رح يكون مجلس الدولة وتشكيله وأصول التقاضي أمام محاكمة. تفاصيل أكثر حول هيدا الموضوع وأيضا لحتى نعرف أكثر عن هيدا المجلس مجلس الدولة معنا بالاستديو المحامي علي بالدور. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. أهلا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني بدنا نبلش من العنوان اللي هو مجلس الدولة وتشكيله. بدنا ناخذ بداية فكرة عن مجلس الدولة، عن تاريخ إنشاؤه وأيضا القانون الحالي لهذا المجلس. وصل. بداية شكرا لك ولتسليطك الضوء على الناحية اللي قلما يسلط عليها الضوء، مجلس الدولة ومحاكمه. وشكرا للسادة المشاهدين وإن شاء الله يتحملونا لأنه الموضوع شوي جاف. بس رح نحاول نبسطه. نحاول نحن ناخذ الأمكان بأبسط طريقة لحتى توصل المعلومات للجميع. قانون مجلس الدولة القديم صدر برقم 55 عام 1959 على أيام الوحدة، ومع الأسف ظلينا نعمل به دون أي تعديل لل 2019 فصدر القانون الجديد برقم 32 لل 2019 ولا زال يعمل به حتى الآن. عدل طبعا، عدل بعض مواد القانون القديم، طوروا إلى حد ما ضمن الاتجاه العام لتطوير القوانين بما يتلائم مع الوضع الحالي. مجلس الدولة بقانونه بتشكيله يتألف من قسمين رئيسيين، قسم تشريعي وقسم قضائي. تمام. القسم التشريعي أيضا له أقسام، في الجمعية العمومية لمجلس الدولة، هي القسم الاستشاري الكبير أو الذي يعطي رأيه في القضايا الهامة، ويتألف من 7 مستشارين من كبار مستشاري مجلس الدولة اللي بيرأسه رئيس مجلس الدولة أو أحد نوابه في حال غيابه، ويفتي طبعا يعطي آراء مبرمة. القسم الاستشاري، الجمعية العمومية في القسم الاستشاري بمجلس الدولة. والأقسام الأخرى هي لجان مختصة لكل من، طبعا أول شيء كان في إدارات عامة تستشير مجلس الدولة، أي قضية يصعب عليها حل تستشير مجلس الدولة. تمام. بالقانون الجديد الاستشارات فقط تعطى لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس الشعب والوزارات فقط. لا أستطيع أن أستفتي إلا من خلال أحد هؤلاء. تمام. لكل من هؤلاء لجان مختصة يحال الموضوع المستفتى به إلى اللجنة المختصة فتعطي رأي. رأي ليس قرار. اللجنة المختصة تتألف من 3 قضاة برئاسة مستشار من مجلس دولي وعضوية مستشارين آخرين وعضو مقرر. هذا الرأي غير ملزم، هو رأي فقط، إنما يعفي أي موظف عمومي يتبعه من المحاسبة أو المساءلة أمام أي جهة رقابية، فهو إذن رأي قانوني وسليم يفترض، بس رأي يبقى رأي. تمام. أيضا في قسم بالقسم الاستشاري في صياغة التشريعات له علاقة، أي تشريع قد يصدر، ومنها يمكن تشريع مؤخرا أحيل إلى مجلس دولة يتعلق بالمخالفات بعد المرسوم 40، بيدققوه من الناحية القانونية ثم يحيلوه بدورهم إلى رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب أو الجهات التي تصدره، إنما يحال إلى مجلس دولي إلى القسم الاستشاري في مجلس دولي. القسم الاستشاري عمله استشاري بحت. القسم القضائي وهو القسم الأكبر في مجلس دولي يتألف من مجموعة من المحاكم، طبعا تختلف درجاتها، المحكمة الإدارية العليا هي كانت محكمة واحدة ثم أصبحت مجموعة من المحاكم، هلا بالمحاكم الإدارية العليا مقرها دمشق لم توزع في المحافظات، وهناك 5 محاكم إدارية عليا كل محكمة إلى اختصاصاتها حسب نوع القضايا المحالي إلى من محاكم القضاء الإداري أو المسلكية أو الإدارية. يعني هون نحن عم نحكي بكل قسم في عنا نحن أقسام أخرى، يعني الموضوع كبير. هذا القسم القضائي. القسم الاستشاري حكينا عنه. تمام. استشارات. استشارات. والجمعية العمومية استشاراتها ملزمة، وخصوصا إذا كانت بين جهتين عامتين، أحيانا في قضايا تبت بها الجمعية العمومية، تبت كالحكم القضائي وينفذ، بس تبقى اسمها ضمن القسم الاستشاري. القسم القضائي المحكمة الإدارية العليا طبعا صار في مجموعة دوائر وليست محكمة واحدة، يليها محاكم القضاء الإداري. محاكم القضاء الإداري وزعت، صار في محاكم قضاء إداري بدمشق وعددها 6، في حمص وحدة، بطرطوس وحدة، بالحسكة، بحلب، أعتقد بدير الزور. محاكم القضاء الإداري باللاذقية مع الأسف لا نحلم.
هو نتمنى يعني هو اللي صار اللي صار ما يلي في تشكيل اول ما شكلت قالوا بالمنطقة الوسطى او الساحلية بدنا نحط محكمة فطلع بحمص هذا الحكي بال2013 بال2013 كانت حمص ليست جاهزة لاستقبال محاكم لوضعها الامني ساعتها فصارت محكمة حمص اخذوا لها مبنى في طرطوس وبقت اسم المحكمة الادارية في حمص وهي طرطوس تمام عندما نقلت محكمة حمص الى حمص بقيت طرطوس وشكل لها كادر وبقيت في طرطوس يعني انا كان يفضل لو باللاتقي بس لا يوجد يعني اعتقد القضايا اللوجستيه يعني تلعب دورها مع مكان طيب خلينا نفصل اكثر استاذ علي بهيدا بمجلس الدوله وتشكيلاته اصول التقاضي امام محاكم الدوله لنحكي اكثر عن هيدا الموضوع ونفهم اكثر الصيغه ايضا بهيدا طيب. الاطار سريعا بعد المحاكم الاداريه بعد محاكم القضاء الإداري في محاكم إدارية اسمها المحكمة الإدارية وليست محكمة القضاء الإداري هي لها علاقة بعلاقة الموظفين بدوائرهم برواتبهم بترفيعاتهم بصرفهم المحاكم الأخيرة في مجلس الدولة هي المحاكم المسلكية وهي أيضا التي تحاسب الموظفين مسلكيا خلصنا من المحاكم تمام هلا اصول التقاضي امام محاكم الدوله يعني نحكي اكثر بهذا الاطار لحتى يعني نفصل كيف يتم العمل بهذا الموضوع اول شيء اختصاصات حسب الاختصاص خليني اخذ اللي هو الاكثر رواجا والاكثر علاقه بكل المواطنين هي محاكم القضاء الاداري تمام عددت الماده الثامنه اعتقد من قانون مجلس الدوله اختصاصاتها اختصاصاتها مثلا الطعون الانتخابيه بالمجالس الاداره المحليه وما تلاها قضايا الضرائب والرسوم مهما تنوعت بما في ذلك رسم الانفاق الاستهلاكي ضريبي انا ضريبه الدخل ضريبه اي ضريبه كانت او رسم كان العقود الاداريه على اهميتها عقود استثمار توريد اشغال يعني اي دعاوى جنسيه دعاوى انتخابيه قلناها يمكن كل القرار الاداري في اعلى مراحله يعني انا ما بعرف مثال مثلا انا الضريبه لا أستطيع التقاضي على الإخبار المؤقت بالضريبة هذا ما فيني أرفع عليه دعوة يفترض أن لأنه أمامي طريق إداري للطعن تظلم أمام اللجنة العليا يمكن برئاسة الوزير هاي إعادة نظر اسمها فقرار إعادة نظر قابل للتقاضي يعني يجب أن أقاضي القرار الإداري بأعلى مراحله ما يكون إسا عندي مرحلة إدارية وما روح عليها أصول التقاضي بما يتعلق بالقرار الإداري طبعا قضايا المخالفات قضايا التراخيص والمهن كلها كل ما تكون الدولة فيه طرفا والمواطن طرف آخر اختصاصه مجلس الدولة طبعا الدولة بصفتها راعية بصفتها ما عقد أحيانا الدولة قد تشتري يعني يجب ان ينطبق عليه صفات العقد الاداري هون نجي على نقطه الاستملاك يعني كثير ايضا نسمع بهذا الموضوع اللي هي الدوله طرف والمواطن طرف اخر موضوع الاستملاك يعني من صلاحيات مجلس الدوله نحكي اكثر عن هذا اهم قضيه ونسيتها انا تصوري قضيه الاستملاك مجلس الدوله اختصاصه قولا واحدا ما بعرف اذا مع الاسف ولا مقصود ولا غير مقصود كل الاختصاصات في جميع محافظات اللاذقيه المحاكم التي انشئت فيها اعطيت جميع الاختصاصات باستثناء الاستملاك بقي من اختصاص محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بدمشق يمكن مشان ما يشتتوا يعني الاستملاك قضية حساسة جدا وكثير دقيقة فالاستملاك بقي ينظر أمام محكمة واحدة في دمشق هي الدائرة الأولى محكمة القضاء الإداري والحقيقة فيها قضاة متخصصين وعلى مستوى عالي من الدقة والشفافية وأعتقد أفضل من أن ينظر مما كان ينظر في قضية الاستملاك طبعاً وهذا خاضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا إذا بدك من أصول التقاضي بنحكي فيه تمام تنفيذ الأحكام بمجلس الدولة يعني نحن ذكرنا التقاضي لا لما بيصدر الحكم كيف يتم تنفيذ الحكم؟ أول شيء الحكم يصدر على مرحلتين يمكن هذا اللي بيميزه عن القضاء العادي القضاء الإداري قضاء سريع نظرياً في قضايا بتعيق صراته بدك بقلك لها من وجهة نظري طبعاً محكمة القضاء الإداري خاضعة للطعن أحكامها أمام المحكمة الإدارية العليا فقط العليا تصدر مبرمة بينما بالقضاء العادي بداية استئناف طعن بالنقض ثم تعود ثلاثة ثم تعود يعني خمس ست مراحل تماما بالمجلس الدولي مرحلتين فقط
محكمة قضاء إداري أو إدارية أو مسلكية ومحكمة إدارية عليا. العليا تصدر صيغتها لطبعا مراحل تنفيذ الحكم القضائي مر بثلاث مراحل كمان. أول شيء كان القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا يصدر مباشرة وينفذ مباشرة. وقت اللي طلع قانون أصول المحاكمات واحد لعام 2016 قال الأحكام التي تصدر عن مجلس دولي هي مادة قانونية والتي تقضي بالتعويض لإحدى الجهات العامة أو عليها تنفذ من خلال دوائر التنفيذ. إذن اللي فيها الحكم اللي فيه تعويض مثلا أحيانا فيه فسخ عقد، طلع قرار فسخ عقد، هذا ما بده تنفيذ، فسخ عقد وأخذ أنا تعويض 1000 ليرة صار بده ملف تنفيذي. إلى أن صدر قانون مجلس الدولي الجديد 32/2019 قال أحكام قال خلافا لما ورد في الفقرة كذا من المادة كذا من قانون الأصول أحكام مجلس الدولي تنفذ مباشرة. إذا عدنا إلى ما كان سائدا، أحكام مجلس الدولي تنفذ مباشرة، بجيب الصيغة التنفيذية من المجلس الدولي إلى المدير مباشرة، إلى السيد مدير عام المياه مثلا. إضافة إن الحكم الصادر قد حاز قوة الأمر المقضي لتنفيذه طبقا لأحكام القانون، ينفذ مباشرة، يحال إلى الدوائر المالية أو القانونية للتنفيذ فورا. باعتبار ذكرنا موضوع يعني آلية التقاضي، المدة يعني هون عم تذكر أنه تنفذ فورا، كتير مهم أنه نعرف مدة يعني مدة الطعن أو مدة ما يؤثر أيضا على إطالة المدة. يعني أحيانا بنسمع أنه طولت، شو في تأثيرات أكيد خارجية ممكن أو تكون إلى علاقة بالقانون؟ نعم، مدة الطعن بأي قرار إداري هي 60 يوم من تاريخ صدوره أو العلم اليقيني فيه أو إبلاغ صاحب العلاقة فيه. أنا القرار بدي أتظلم منه، ما معقول يضل 2-3 سنين وبعدين خليني بدي أطعن فيه. معي 60 يوم من تاريخ إبلاغي، سواء كنت موظف أو مقاول أو متعاقد من أي نوع كان أو مخالف، أو 60 يوم من تاريخ علمي. طبعا يجوز لي الاعتراض إداريا على القرار، بصير اعتراضي مدة الطعن تبعي من تاريخ تبليغ الاعتراض للجهة العامة، وقد الجهة العامة قد لا تجيب، بتصير الستين يوم تبدأ من تاريخ انقضاء 60 يوم على الاعتراض. يعني في شوية تفصيل هون، المهم 60 يوم، هاي خليها كلها ستينات. ايه 60 يوم برفع الدعوة أمام محكمة القضاء الإداري لنفرض، صدر حكم القضاء الإداري، أيضا 60 يوم مدة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا اعتبارا من اليوم التالي لصدور الحكم. وهنا يختلف عن قضاء العادي، لا يحتاج حكم المحاكم الإدارية إلى تبليغ. هون كنا نسأل عن موضوع التبليغ، يعني لا يحتاج إلى تبليغ. أنا أعتبر عارف بأن الحكم صدر مبلغ مسبقا يعني. أيوة. وهنا أيضا يختلف، بالقضاء العادي إذا غبت أنا كمدعي تشطب الدعوة، في القضاء الإداري لا تشطب الدعوة، تستمر. مجرد ما بلغت تسير الدعوة بقوى آلية بحركة ذاتية منها إلى أن يصدر الحكم. تمام. موضوع التحكيم لسه في شيء بدنا نحكي بهذا الإطار؟ عن آلية تنفيذ الحكم. آلية تنفيذ الحكم. أو شو اللي بيأثر على إطالة المدة؟ التقاضي. تماما. كيف آلية التقاضي أمام مجلس دولي؟ أنا قدمت مذكرتي. يفترض قدم على عدد المدة عليهم. تحال هذه المذكرة إلى المدة عليها. أنا ادعيت على بلدية اللاذقية. قلنا بلدية اللاذقية عندها إجراءات الداخلية، أحالتها القانونية الفنية الكذا حتى يعدوا رد. أحيانا بيضلوا شهر 2-3 تيعدوا الرد، هذا أطال أمد التالي التقاضي. والمحكمة كل شهر تقريبا في جلسة عين ما لم يرد رد الإدارة، محامي الدولي بده يطلب مهلة فبيعطيه مهلة، وأحيانا هناك بعض المهل تتجاوز السنوات 2-3 مهل دولي. أطول مدة مهل لا زال إلى ما لا نهاية مستمر. أي إلا بجوز أنا شوي قد أنشط على صعيد دائرة ما وأطلب الرد أو جيب تأكيد من المحكمة تأكيدا على قرار الإعدادي، وهذا ما يحصل بالقرار الإعدادي، بتقرير خبرة بده رد، بطلب عارض بده رد. ردود الإدارة بتأخر أمد التقاضي، لأنه أنا أفترض أنه ما أنا كمحامي، أي محامي آخر ما يطالب بحق ما رح يستمهل، بده يتابعه. بده يتابع طبعا. أما الإدارة لا يعنيها، وخصوصا في بظل الترهل الإداري اللي بدنا نقرر فيه شئنا أم أبينا يعني. طيب موضوع التحكيم ايضا وفق الاصول المتبعه، وهذا موضوع جدا يمكن رح نمرق عليه، يعني نعرج عليه قليلا لهذا الموضوع كونه هو موضوع يمكن شوي بده وقت اطول. طبعا التحكيم في العقود الاداريه فقط، لا يجوز التحكيم الا في العقود الاداريه، يعني من اختصاصات مجلس الدولي قلنا اختصاصات عديده جدا من ضمن العقود الاداريه. العقود الاداريه هي عقود اشغال، عقود توريد،
عقود استثمار. قانون العقود الموحد 51 لعام 2004 نص فيه مادة واحدة رقم 66 على جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية على أن ينص على ذلك في العقد ودفتر الشروط، وتشكل اللجنة، قال كيفية تشكيل اللجنة فقط. كان قبل صدور 32 كان يراعى القواعد المتبعة في قانون أصول المحاكمات. قانون أصول المحاكمات نص على مجموعة بواد كيف بنساوي التحكيم. طلع القانون 4 لعام 2008 عن التحكيم، قانون التحكيم السوري بالعقود الخاصة، طلعت في مادة قالت يبقى التحكيم في العقود الإدارية خاضعا لنص المادة 66. إذا خرجوا للتحكيم بالمجلس الدولي عن نطاق قانون التحكيم 2004 القانون. وقال بنفس الوقت تلغى المواد من كذا إلى كذا اللي كانت بتنص على التحكيم، تلغى. مجلس الدولة وقف. أنا شو بدي، هل يعقل أن أستند على مادة ملغات؟ ما فيني. هل يعقل أن أستند على قانون قال لي أنت براتي ما لك علاقة فيه؟ صار في تمشي التحكيم مجلس الدولة بالعرف اجتهاد فقط. صار في شوي هوني مرة هيك بصراحة صار في تخبط. ثم إلى أن صدر الرأي الجمعي العمومي، قلنا رأي الجمعي العمومي هي 7 قضاة من كبار قضاة مجلس الدولة أصدروا رأي 7-8 صفحات رقم 1/2022 نظم بدقة آلية التحكيم أمام مجلس الدولة. والآن يتبع هذا الرأي. مثلا فرق هائل بين سابقا والآن، كان التحكيم بمجلس الدولة تشكلت اللجنة يصدر قرارها تروح على المحكمة الإدارية العليا لإكساء صيغة التنفيذ، فالإدارية العليا تعيد الخبرة تعيد أحيان. أنا من تجربتي الذاتية عندي تحكيم صدر من 6 سنوات، صدر تحكيم وبالإجماع الآن لا يزال منظور أمام المحكمة الإدارية العليا لأنه على القديم. على الجديد على التعديلات المحكمة الإدارية العليا لا تنظر أبدا بالموضوع، بتشوف الإجراءات سليمة فقرارك أن المحكمين مفوضين بالصلح. يعني حتى بقانون التحكيم السوري قال يعفون من التقيد بالأصول والإجراءات ولهم أن يحكموا خلافا لقواعد القانون. يعني التحكيم شغلة كبيرة بده حكي كتير التحكيم. تماما، هو نحن قلنا بدنا هيك نمر عليه يعني لحتى نعطي فكره، بس هاي التحكيم بده زهير حمدان يعني استاذ زهير مع احترامنا للجميع اكيد. هلا يعني قبل ما يداهمنا الوقت خلينا كمان انه نوضح فكره جدا مهمه اللي هي الفرق بين التقاضي بمحاكم القضاء الاداري بمجلس الدولي ومحاكم القضاء العادي. يعني هون كمان المواطنين لحتى يعرفوا من حيث الاختصاصات ودرجات التقاضي ناخذ فكره ايضا بهذا الموضوع. قلنا أول شيء الاختصاص في نوعي وفي مكاني. المكاني كمان المكاني اختلف مجلس الدولة. كنا بصراحة ما بدنا هالمحكمة نحطها في دعوة فنحط وزير الإدارة محلية مثلا على بلدية لاتقي ونرفعها بالشام. صار فيه لأنه القانون بالأصل بيقول إقامة الدعوة من حيث المكان اختصاص المكاني هي موطن أحد المدعى عليهم. فكنا نهرب بهالقضية أنا أو غيري يعني يمكن الجأت له هذا عارف يعني متعارف نحن بنختار وين المحكمة الأسهل لنا الأقرب لنا. بجوز أنا مقيم بدمشق ليش تقيم بلاتقية أنا كمدعي. مؤخرا هلا صار الاجتهاد قائم أنه تقام الدعوة أمام المحكمة اللي من اختصاص المكاني مكان تنفيذ العمل. يعني هلا أنا مؤخرا الأسبوع الماضي أقامت دعوة على الشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس، الإدارة العامة بطرطوس، بس مكان تنفيذ العمل عين الفيجي فأقمت بدمشق. رغم أني أنا ابن اللاذقية وأقرب لي يعني وحسن لا أستطيع. هلأ صار الاجتهاد استقر مكان تنفيذ العمل هو مكان إقامة الدعوة. هذا الاختصاص المكاني. تمام. النوعي قلنا المادة 8 بمجلس الدولة عددت اختصاصاته، فما فيني أنا شغلي من اختصاصات محاكم المجلس الدولي ارفعها امام محكمة بداية ترد قولا واحدا. زائد مثلا التحكيم، ما يتعلق بالتحكيم اي دعوة مهما بلغت ومهما كانت عقد اداري مجرد النص جواته على التحكيم على لجوء التحكيم ترد الدعوة وتحال الى تسمية محكم. لا يجوز نظر دعوة نص احد مواد عقده على لجوء للتحكيم تحكيم اولا. نعود القضاء العادي هو الولاية العامة، أي خلاف بيني وبين أي شخص، بس قلنا خلاف بين المواطنين. القضاء الإداري عددت اختصاصاته المادة 8 النوعية وليست المكانية. المكانية قلنا شو، فإذا موضوعه اختصاصه قضاء إداري فقط عن سألجأ القضاء الإداري. التقاضي
القضاء الإداري رغم إطالته قلت لك اللي بيطيله هي ردود الإدارة، وأحيانا بتتأخر إجراء الخبرات الفنية، يعني مواعيد كشف وخبرة بدي أكشف على موقع مخالفة مثلا ومدى مطابقتها لنظام ضابط البناء، خبرات فنية حتى الخبرات الفنية بدها تروح للإدارة المختصة في تراتبية، هي تراتبية رغم كل ذلك إطالة للمدة أكثر. رغم كل ذلك يعد القضاء الإداري سريع أكيد أسرع من القضاء العادي لأنه مرحلتي تقاضي فقط، تمام، بينما القضاء العادي قد يصل إلى 3-5-6 مراحل، طعن أول وطعن ثاني بالموضوع يعني. وخلافا عن بعض أنه القضاء العادي بده ملف تنفيذي تتنفذي أحكامه، بده تبليغ الحكم، تمام. أنا ما بطعن أحيانا محكمة استئناف ما بتبلغ الحكم قصدا منشان ما أطعن، يعني إطالة الأمد أنا فيني طيله كمحامي أو كمتبلغ يفترض أن أبلغ، بينما القضاء الإداري لا أستطيع 60 يوم من اليوم التالي لصدور الحكم شئت أم أبيت، حتى لو لم يبلغ لا يحتاج. طيب علاقة القانون الإداري بالقانون الجزائي أستاذ علي خبرنا. القانون المبدأ العام في جميع الدول العالم أعتقد الجزائي يعقل المدني، يعني إذا القاضي الإداري مثله مثل القاضي المدني العادي، إذا رأى أن هناك شق جزائي في مثلا أنا ما أبحث موضوع مدني عقد عادي فلاحظت أنه قد يكون هناك تزوير في تزوير ما في هذا العقد فأكيد بدي حيله للجزائي المختص، هذه الإحالة تعقل المدني إلى أن يصدر القرار من القضاء الجزائي هل هذا صحيح أم لا، هذا بالمجمل. أما علاقة القضاء الإداري بالجزائي له علاقة وثيقة بالمحاكم المسلكية، المحاكم المسلكية التي يحال فيها موظف بسبب جرم ارتكبه خلال أداء وظيفته يحاكم مسلكيا، هي طبعا المحاكم المسلكية لها 3 عقوبات خفيفة و3 شديدة. المحكمة المسلكية لا تنظر على الإطلاق بالشق المسلكي قبل أن تحيل الملف برمته إلى القضاء الجزائي المختص ليقول كلمته. عرفت كيف؟ هون علاقة وثيقة، تمام. تحال الأوراق والملف كاملا، القضاء الجزائي يصدر قراره إما عدم مسؤولية أو براءة، أو إذا لم يكن براءة أيضا هون كان نسأل كثير أنه طلعت براءة من الجزائي ليكن قد تكون الأدلة ليست كافية لإدانتك جزائيا، بس أنت واضح جدا أنت عندك ذلة مسلكية في مرتكب ذلة مسلكية ولم يسبق أن صدر عفو عن الذلات المسلكية، العقوبات المسلكية ما في عليها عفو، بجوز أنا ارتكبت شق جزائي وشمروا العفو. كنا يمكن سؤال عن ارتباط الجزائي بالإداري بالمسلكية يتجلى بأبهى صوره بهذه الطريقة. طيب رقابة القضاء الإداري للقرار الإداري أيضا قد هي الرقابة عم بتكون موجودة؟ القرار الإداري يخضع لرقابة مطلقة وكاملة وشاملة من قبل القضاء الإداري المختص، بما في ذلك يعني عندنا دعاوى مثلا مراسيم التي تصدر عن السيد الرئيس قابلة للتقاضي أمام محكمة القضاء الإداري، مراسيم طعون أقول الانتخابية مجالس محلية عنا. القرار الإداري بس برجع بقول لك القرار الإداري يجب أن يكون بأعلى درجاته، يعني غير قابل للطعن إداريا، تمام. لازم يكون قادر. و طبعا عيوب إذا بدنا نحكي عن عيوب القضاء الإداري والأسباب اللي تدعو أنا متضرر، طبعا أهم نقطة في التقاضي أمام مجلس دولي أن أكون ذو مصلحة، إذا ما لي مصلحة بالدعوة لا أستطيع رفعها، يعني أنا ما فيني أرفع دعوة لك هذا الشارع ضيق بدنا نوسعه، لا أنا بيتي ما جنبه، يعني لازم تكون أنت متضرر من أي شيء، مصلحتي يعني أنا متعاقد أنا متعاقد مع الدولة بعقد استثمار، أنا المتعاقد، ما بيصير واحد أخوي يرفع عني دعوة، لازم يكون لي مصلحة، أنت الشخص، هي شرط المصلحة من شروط الواجب تحقيقها في رفع أي دعوة إدارية. يعني هون احنا عم نعطي امثله يمكن هي اقرب احنا عم نحكي بالقانون وايضا عم نعطي مثال يمكن للاشخاص ممكن هن يعني مارين بهيك اشياء فهنهم بيفهموا اكثر كيف لازم يتصرفوا. مع الاسف كثير في ناس عم تتضرر وخصوصا لانه ما في اطلاع اكثر على الموضوع على القانون وعلى يعني تبعات هذا القانون الاجراءات اللي لازم ياخذوها. الجهل بالقانون لا يعني ان لا اطبقه، يعني انا بس بصفتي مستشار قانوني كنت لنقابة المقاولين، أكثر المتضررين هني المقاولين،
أو المتعاقدين مع الدولة سواء بعقود توريد أو استثمار أو أشغال. مثلا يعني وكمان مع الأسف في كثيرين منهم ما بيعرفوا القانون ما يتعاقدوا على أساسه. يعني بيجيك للكشف النهائي بيوقع دون تحفظ، وقعت دون تحفظ تسقط كل مطالباتي، ترد الدعوة مهما كانت محقة لأنني قبلت بهذا الكشف دون تحفظ. يعني أحيانا الجهل بالقانون هون كثير خطير، يعني تعب يمكن لحتى نوصل لهيدا الإجراء كله بيروح. لا وأحدهم مثلا إجا عنده 20 كشف، يعني عقد مهم 300-400 مليون متحفظ على الكل، إجا على النهائي أنه ما تحفظت ليش؟ قال ما خلوني أتحفظ. طبعا أكيد حكي فاضي، تسقط جميع التحفظات السابقة، الكشف النهائي التحفظ عليه هو المنتج. هون بيعيد القضية لنقطة الصفر. خلص أنت الكشف النهائي هو حصيلة حسابات أشغاله. صحيح. فإذا وقعته بدون تحفظ فأنا موافق وألغي تحفظاتي السابقة. تماما. فإذا هون مثل ما ذكرت موضوع الاطلاع أكثر على القانون لمعرفة تطبيقه بالشكل الأمثل حتى ما يروح هذا التعب بالآخر بآخر ورقة توقع. التعب أكيد ممكن يكون أشهر أو حتى يمد كما ذكرنا بعض سنوات. شكرا كثير لحضرتك المحامي علي بدور لاطلاعنا. خلصت النص ساعه وخلصت الحلقه. اكيد في حلقات قادمه رح نفصل اكثر، نحن مرينا على كل تفصيل وكل محور لحتى نفهم اكثر بهيدا الموضوع وتعطينا المعلومات الكافيه منه. شكرا كثير لك. كلمه اخيره بتحب تضيفها؟ شكرا لك ولإتاحة الفرصه، وفعلا نسلط الضوء على شغلي ما كثير مسلط عليها الضوء. شكرا لوجودك معنا لليوم المحامي علي بدور، يعطيك الف عافيه. شكرا لكل اللي كانوا معنا اليوم بحلقتنا. تابعونا الأسبوع القادم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.